أنتم مع صدى الملاعب. الأهلي السعودي من فريق ينافس على مراكز الصدارة والبطولات، قلعة البطولات، إلى فريق يصارع من أجل البقاء، من المتهم وما هي أسباب التراجع المحبط؟ حماد كردبو وموسم الأهلي الصعب. الأهلي هذا الموسم امتداد لنتائج الموسم الماضي، عندما أكمل الفريق ثامنا بفارق 4 نقاط فقط عن مراكز الهبوط. ماجد فاعي عاد للرئاسة ليستلم تركة ثقيلة من عبد الإله مؤمن المستقيل. أنفعي عاد بطموحات كبيرة ولكن باستراتيجية مختلفة، فهو قرر عدم الالتجاء للخيار الأسهل المعتمد سابقا بكثرة إقالة المدربين، فكانت الثقة مضاعفة في هاسي الذي أثبت نجاحه سابقا مع الرائد، لكن تجربة الأهلي مع هاسي كانت نسخة كربونية من التجربة السابقة للبرتغالي غوميز الذي نجح مع التعاون وخيب الأمال في جدة. إدارة فيعي اجتهدت للخروج من النفق المظلم، لكن أغلب التعاقدات كانت رنانة على الورق غير مفيدة على الملاعب، فقيل تخبطات إدارية وأجانب لا يرتقون إلى المستوى، فكانت البداية بخمسة تعادلات تلتها هزيمتان، فاشتعل الضوء الأحمر مبكرا لتستفيق الجماهير من حلم العودة وتتأكد أن المعاناة متواصلة. هاسي كان كالشوكة في الحلق، بقاؤه مؤلم وإقالته تؤلم، فلو تمت الاستجابة المبكرة لمطالب الجماهير بالإقالة ستظهر الإدارة كسابقاتها، وإن أبقت على المدرب ستتضاعف الخسائر. وملخص خسائر الأهلي هذا الموسم أنه لم ينجح في الخروج بنتيجة إيجابية أمام كبار المنافسين، ليخسر كل مواجهاته مع الاتحاد والنصر والشباب إلا تعادل يتيم مع الهلال. الأهلي خيبة أمل كبيرة هذا الموسم، فمن 26 جولة لم يحقق الفوز إلا 6 مرات، بينما هزم 10 مرات وتعادل في 11 مباراة. هاسي أقيل بعد التعثر أمام الاتفاق في الجولة 23، وهاسي أقيل بعد أن ودع الأهلي كأس خادم الحرمين الشريفين من ربع النهائي أمام الشباب. هل هاسي هو المتهم الرئيسي؟ والجواب معلق حتى الآن، فبعد رحيل هاسي فاز الأهلي مرة وخسر مرة وتعادل في المباراة الأخيرة، أو لنقل إنه تفادى الهزيمة. هي نهاية موسم صعبة ومرعبة، فنقطتان فقط تفصل الأهلي عن مراكز الهبوط، وفي الجولات 4 المتبقية سيواجه الأهلي كلا من أبها والنصر والرائد والشباب، والأهلي تجرع مرارة الهزيمة أمامهم جميعا في مرحلة الذهاب. حمدي قردبو، صدى الملاعب.